أرجيني أرجيني لشو؟ أرجيني سنانك. مدي لسانك؟ لا منيح مو طويل. وشعراتك شو حلوين ستاندر ما شاء الله. ليش ما جبتي المحروس معك ابني؟ أنا قلت لحالي خليها الزيارة الأولى تكون زيارة استطلاع، لأنه المحروس بعته عند خالته باليونان مشان يتعلم ألماني، بعدين بدي أبعته على إيطاليا مشان يتعلم إنجليزي هنيك. شوي عربي شوي عربي. يلا 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 ايوه انتي يلا ايوه الليله ليلتنا يا ابو جانتي. لك عيونك معك الصبح. والله هلا هلا حبيبي. منين الله جابك؟ في شيء اختي ام النور؟ لا توفيني ما في شيء، بس عم بتخيل انه هي يعني بنتي شلون بدها تحب حماتها المستقبليه اذا صار نصيب. بعتقد انا انه بده يصير نصيب، اعتقد. ها هذا اذا انا ما عندي اولاد يتحكموا بنسوانهم. طول ما انا عايشه الكلمه كلمتي والشوره شوري، بس موت يصطفلوا. اشربي قهوتك ست كريمه قبل ما تبرد. فعلا يا ام النور من يوم ما انا شلت اللوز ارتحت كثير. احنا ابو جنتي هلا معلم بورصه بدك تشم لي هالوردات. لك يا عيني عليك يسمي الورد اللي حامله. احكي لي بس نيالة سعيدة الحظ اللي بدها تاخذ هالوردات. احكي لي لشوف مين هي. شوف ابو جنتي قبل ما احكي لك، الناس اللي بحب اتعامل معهم بدي شغلتين منهم لعيونك، الصبر والكتمان. وقت واقف محسوبه كبير غميق ماله قرا. عجبني هيك عجبني. بديك تفضلي راسك هلا وتعبي مزاجك، لان حنقضي ليله هالليله ليله احلى ليله حنقضيها ليله. قسما بالله من لما شفتك عبيت لي راسي، مع انه راسي مسكر من التعب. تعال تعال والله لا رشلشتك هيك شم شم يا عيني عليك. ترشرش ترشرش الواحد هيك ما بيشم الريحه بينشنش ابو بيفرفح قلبه. آخ اللي هلا لوين بدنا نروح؟ بالسياره. والله يا ابو جانتي أمر قوم قوم وانا اقعد محلك يا حبيبي. بس انت شو قصتك مع رقم أربعة؟ يعني يا أربعة يا أربعين يا 140 يا حبيبي. المهم مو العدد ولا الكم ولا قديش، المهم الأداء. الأداء منكم نستفيد معلم بورصة. هلا حبيبي حبيب قلبي. طير حبيبي طير لعيونك طير لعيونك. الحريم يلا الله.